ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالهيئة العامة لقصور الثقافة هتنظم الحفل الفني رحلة العائلة المقدسة في 8 مساء بمسرح السامر بالعجوزة. يقام الحفل بالمجان بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وبيشارك فيه فرقة كورال أغابي الكنائسي، وبيقدم الفريق مجموعة من الترانيم بمصاحبة الألحان القبطية. النهاردة واستمراراً للجسر الجوي اللي بدأته مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام للأراضي المقدسة، بتسير مصر للطيران 27 رحلة جوية لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والتضامن والسياحة والآثار وقرعة الجيزة وتضامن الإسكندرية والجيزة والأليوبية والشرقية والبحيرة وبني سويف وأسيوط والترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة اللي حددته وزارة الأوقاف تحت عنوان أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معاً الأولى والتانية ما بين 10 دقائق و15 دقيقة كحد أقصى.